مسلسل كاسندرا يحكي قصة فتاة خطفت من أهلها الأثرياء عند ولادتها ووضعت عند غجر يعملون بالسرك، ويقودها القدر لبيت جدها حيث تحب ابن زوجته الذي يسافر دون أن يخبرها بأن له أخا توأم الذي يستغل الأخ الآخر ذلك الموقف ويتزوج كاسندرا، فيقتل ليلة زفافة وتلام هي على قتله. وإليكم أبطال المسلسل بعد 30 عاماً.